عم الشهيد اولا البقاء لله. ثاني حاجه يعني احنا كلنا عامه كله بيتمنى ان هو يكون عريس الجنه وشهيد الجنه ويتحط في الموقف اللي الشهيد هو فيه. استقبلتوا الخبر ازاي وكان ايه الاجراءات او ايه الكلام؟ استقبلنا الخبر باراده ربنا. اول حاجه قلناها انا لله وانا اليه راجعون. واخد بالك بعد كده ده كان فين؟ كان واخد بالك بيدافع عن مصر كلها مش عني وعنك بس، لا عن البلد كلها. تمام. وده نصيب واحنا كلنا نتمنى نكون مكان. انا كنت اسمع عن المرحوم الشهيد ان كان دايما بيتكلم ويردد ويقول انا نفسي في الشهاده، وكان يعني كان نفس الاقوال دي، وما فيش حد في الشارع الا ما كان بيشكر كل خير بادبه واحترامه واخلاقه العاليه. ده حتى نفس القائد اللي كان موجود معاه اتصل وقال انا واقف انا والبطل ومعاي بطلين تاني ومن ضمنهم النقيب محمد صلاح. وانتهت على كده الكلام بتاعه. اهله واخواته ولد عمه بيحبوه منين؟ من ادبه واحترامه وزوجه. يعني ده ما قضاش طفولته غير في الجيش. طفولته دي قضاها فين؟ في الكلية الحربية، الكلية الحربية للجيش، وخدم في كل مكان. وده بيبقوا مسخرين واخد بالك للوضع اللي هم فيه. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان أول أجازة أو كانت آخر أجازة، هل كان بيبقى ليه كلمات كده معينة؟ يعني حاجة لفتت نظركم كان قبل ما يسافر، أو اتصل بكم كان آخر مكالمة كان إيه اللي بيقوله؟ لا هو واخد لبالك كالراجل واخد لبالك ما يحبش يتكلم عن عن الجيش والأخبار العسكرية والكلام ده. انت عامل ايه؟ كويس. ايه الاخبار عندك؟ الحمد لله كويس والوضع ربنا يسر الامور. لكن كان بيقول بنعمل ونسوي ونحارب ونضرب. واخد بالك؟ لا. هل انتوا كنتوا عارفين انه في الاسماعيليه ولا في رفح؟ عارفين. واخد بالك انه واخد بالك في الجبل. الجبل عارفين. في الجبل عارفين.